سلام عليكم. النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه جدا كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض النهارده الكشري المصري. طبعا بقت اسعاره عاليه جدا، فاحنا هنعمله في البيت بكل تكاته وكل خطواته، ويطلع معاكي كمان احلى من اللي بنشتريه من بره. تابعي بقى معايا الفيديو للاخر. اول خطوه هنبتدي بيها معايا العدس البني، ببتدي انزل عليه بميه سخنه واسيبه منقوع لمده ساعه في حوالي كوبايه الا ربع عدس. تاني خطوة بقى معايا البصل، ابتدي اللي احنا نقطعه شرايح. حاولي بقى ما يكونش الشرايح رفيعة قوي. الشرايح ازاي كده، السمك كده حلو جدا. بعد بقى ما قطعت كل كمية البصل، حط عليها معلقة كبيرة دقيق، معلقة كبيرة نشا كده، اقلبهم وامتص اي سوائل موجوده في البصل. كده بقى انزله في الزيت، طبعا الزيت ما يكونش عالي قوي. اول بقى ما البصل يبتدي يلون معايا، في المرحله دي ابتدي اقلب فيه باستمرار لحد ما كله ياخد اللون الذهبي. بس بقى اللون الذهبي الفاتح ده وكده لونه كويس جدا. بعد كده بقى ببتدي اعمل الحمص. الحمص انا نقعاه من بالليل في ميه عادي من الحنفيه، وبعد كده بغير الميه وبحطه على النار. اول ما بيغلي معايا بضيف عليه شويه ملح وكمون بس، وكده بيبقى كده جاهز معانا. الخطوه بقى اللي هنعملها دلوقتي، هنعمل الرز. معايا الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل ده اللي انا هكمل بيه باقي الوصفه. حط كده بقى شويه زيت حلوين، طبعا على حسب بقى كميه الرز اللي هتعمليها. معايا شعريه، انا بحط الشعريه نص الرز، يعني لو كوبايه رز بحط لها نص كوبايه شعريه. نبتدي نحمر الشعريه. بقى بعد ما حمرنا الشعريه، بس اللون ده حلو جدا. ادي بقى عندي الرز المصري مغسول ومتصفي، لازم برضو اديله تسويحه مع الشعريه. طبعا لازم اسوح الرز شويه في الماده الدهنيه مع الشعريه، هيساعد ان الرز ما يعجنش معايا. بعد بقى ما شوحت الرز كده مع الشعريه، ابتدي كمان انزل بالعدس البني اللي احنا كنا ناقعينه، طبعا شطفته الاول بعد كده نزلته على الرز. الحبايه كمان مشيت معايا ازاي، كميه بتزيد. ادي له برده تسبيحه كده كويس جدا. شوحتهم كده كويس قوي مع بعض، الكل شرب من الماده الدهنيه. ابتدي بقى ان انا اضيف الملح، طبعا بقى ظبطي الملح على حسب كميه الرز، شويه كمون كده صغيرين، شويه كزبره. بقى انزل بالميه المغليه، طبعا بتحطش الميه على حسب الرز كميه الرز. اول بقى ما بيتشرب معايا بوطي عليه على اقل درجة حرارة واسيبه يستوي براحته. كده هنعمل المكرونة. معايا مية مغلية، حط فيها معلقة كده كبيرة ملح، وعندي نوعين من المكرونة، اللي هي المكرونة الاسباجيتي والنوع اللي هو الصغير ده. بقى اول ما المية ما تغلي جاية نازلة كمية المكرونة. ابتدي بقى اقلبها كده واسيبها بقى لحد ما تستوي، بس مش بسويها سوى كامل، بسيبها يعني على اخر تكايه كده، وهقول لك ليه. بعد بقى ما سلقت المكرونه وصفيتها، ابتدي بقى احطها في الحله تاني. احط معاها معلقه او معلقتين كده من زيت البصل، شويه ملح كده صغيرين،
شوية فلفل مش كتير، اقلبها بقى وبسيبها على اقل درجة حرارة. كمل بقى سواها وتشرب من زيت البصل، بتدي طعم حلو جدا. نبتدي بقى نعمل الصلصة. على نفس الزيت نحط كده شوية زيت، بعد كده بضيف معلقة كبيرة كده ثوم، سيبها كده تشوح شوية. بعد ما شوحنا الثوم بضيف صلصة الطماطم، بضيف عليها بقى كده نص معلقة صغيرة من السكر، بتعادل حموضة الطماطم، بتدي طعم حلو جدا. شوية فلفل صغيرين، الملح، شوية كمون، شوية كزبرة. سيبها بقى لحد ما تتسبك. نعمل بقى الشطة. معايا نفس الزيت، حط بس كده كمية حلوة. بضيف عليه معلقتين كبار شطة، سيبها كده لحد ما تتحمص شوية. طبعا تكوني مقللة درجة الحرارة. سيبها كده تاخد غلوتين. تلاقي كده ريحة الشطة طلعت، او بقى ما تلاقي الشطه كده الحيطه طلعت. بعد كده بضيف عليها معلقتين كبار من الصلصه اللي احنا عملناها. سيبها كده جهزت معايا. سيبها بقى كده شويه، هتلاقي بس الزيت كمان بدأ يظهر على الوش ازاي. سيبها الشطه، بس الزيت هيبدأ يظهر على الوش. الشطة دي سبايسي جدا. اخر حاجة بقى هنعملها الدقة، نعملها على البارد من غير النار. عندي بقى كده معلقة ثوم تكون كبيرة، بعد كده ربع كوباية خل او نص كوباية، طبعا هنظبطها في الاخر. بضيف عليها مية الحمص اللي انا سلقته فيها، طبعا بهارها بملح وكمون. لو ما عندكيش طبعا او مش هتعملي حمص يبقى بمية تكون سخنة. نضيف عليها الملح، ظبطي بقى الملح وشوية الكمون ونقلبها. نشوف لو احتاجت خل هنزود، احتاجت ميه هنزود. وادي كمان الدقه جهزت معانا. بس بقى الرز عامل ازاي ومفلفل بجد ولا غلطه. مش بقى على الخطوات اللي انا عملتها لك دي هتاكلي احلى كشري. دي كمان المكرونه، بس الجمال والحلاوه بجد كل حاجه بتتكلم عن نفسها، تحفه. بصوا كمان قوام الصلصه معايا عامل ازاي، قوامها كده حلو جدا. نبتدي بقى نغرف طبقنا. طبعا اول حاجه بنحط الرز والعدس، بعد كده بقى بضيف عليها المكرونه، غرفي الكمية اللي انت عايزاها. بس بقى نكمل باقي الاضافات. حط البصل، بص البصل كمان معايا مقرمش ازاي ولونه تحفة. تدي كده ارصه، ابتدي اضيف الصلصة، ابتدي
وبعدين طبقة من الحمص. طبعا لو عايزة تعملي كله على بعض طبعا اللي يريحك. طبعا بديكي شكل كده برضو، التقديم بيبقى مهم. هتلاقي نديك بصل، صلصة، بعد كده بضيف الحمص. كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. عملنا النهاردة مع بعض أحلى كشري، من أحلى كمان بتشتريه من بره. خطواته كتير وحلو كتير، بس بجد يستاهل اللي انتي تعمليه. أتمنى بقى يكون النهاردة الفيديو عجبكم. أشوفكم إن شاء الله على خير، فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.